من حركة إيرا وقفة أمام وزارة العدل في نواكشوط، طلبوا خلالها بإطلاق سراح رئيس الحركة ورفاقه المدانين بتهمة التحريض. وقال النشطاء إنهم مستمرون في احتجاجاتهم حتى يتم الإفراج عن برام ورفاقه. كانت محكمة الجنح في نواكشوط قد أفرجت في الأسبوع الماضي عن 3 من قيادات الحركة مع الحكم عليهم بالسجن سنة غير نافذة. مشتاق مشتاق الله ما مش وفات العبودية وفات العنصرية وفات التهميش ما أبدا لين وفاء من السجون ومسلة تطليصنا والله وخيرنا لله رواية ما هي مهمة حتى عندنا. نحن مستعدين للسجون ولا يتم ندخل السجون ومازال قاع رئيسنا بلام الداه العبيدي ونائب رئيس بلام الداه العبيدي مازال في السجن، مازلنا لا غضبانين ولا يتم لا غضبانين.